الخبر الثاني فهو يتعلق بإعلان البنك الجزائري ارتفاع احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي خلال الشهور القليلة الماضية. هذا مؤشر تصاعدي يتماهى بالمناسبة مع مؤشرات نمو أخرى تبرهن بأن خطط الجزائر تحقق بالفعل الزخم والنجاح، وأن الاحتياطات النقدية بالمناسبة سترتفع، يعني هذا نمط واضح جدا، سترتفع بشكل كبير مع نهاية هذا العام. القرارات التجارية والاقتصادية، القوانين الاستثمارية، دعم الصادرات الأخرى غير المحروقات، كلها بالمناسبة تسهم بشكل كبير في دفع عجلة النهضة الشاملة التي شرعت فيها الجزائر. وهذه بالمناسبة شواهد، ما هذه الأخبار متعلقة بازدياد ارتفاع الاحتياط، كلها شواهد تؤكد بأن المسار صحيح. ونشكر الله أن الجزائر مستقرة ولها جيش قوي يحرس السيادة والمصالح العليا للجزائر. وبالمناسبة أرجو من أخوة الجزائريين أن تفخروا بهذه المكونات الوطنية. قد تتساقط أوطان من حولكم ولكن أنتم بخير، لأن أهم مؤسساتكم الوطنية قوية ومنيعة، وهي الضامن الحقيقي للنهضة الجزائرية. هل تذكرون خطاب الرئيس تبون منذ 3 أسابيع تقريبا؟ كانت الكلمة السحرية هي الاستقرار. الاستقرار هو الأرضية الصلبة التي تقوم عليها الحضارات، والجزائر قوية وسيادية ومستقرة، وستظهر النتائج رويدا رويدا. لا تستعجلوا، تمسكوا بالاستقرار وبمن يجلب الاستقرار، تمسكوا به أيضا. على أي حال، كما تعرفون اقتربت زيارة الرئيس الجزائري لفرنسا وروسيا. أرسل ماكرون وفود كثيرة، والآن هناك وفد الآن بالجزائر لمناقشة جدول الزيارة ومواضيعها. ولقد أذهلني بصراحة الاهتمام الفرنسي بهذه الزيارة، وعلى حد علمي لم يسبق أن أبدت فرنسا هذا القدر من الاهتمام بزيارة رئيس أفريقي. حتى كان هناك يعني ملك موجود في فرنسا لم يشأ ماكرون مقابلته وهو موجود في فرنسا. هذا يؤكد تماما الفرق. فرنسا مهتمة جدا جدا بهذه الزيارة، يعني هذه بالمناسبة هذا يؤكد قوة الجزائر الجديدة. ماكرون لا ينام ويذاكر دروسه جيدا قبل مقابلة الرئيس الجزائري. وعندما تحرص الدولة بهذا الشكل على الزيارة، على الأرجح هذا سيسهل أشياء كثيرة، ستثار بالتأكيد قضايا كبيرة بما فيها ملف الذاكرة، وعلى الأرجح ستحصل الجزائر على تنازلات فرنسية كبيرة. على العموم دعوني أؤجل الحديث عن مواضيع الزيارة للحظة وقوعها. وأما بخصوص زيارة وزير الخارجية السوري فهي كانت متوقعة طبعا، وتأتي تتويجا لجهود الجزائر المعروفة لإعادة سوريا للحضن العربي، ولقد عبدت الجزائر الطريق، هذا معروف، ويبدو أن سوريا تستعيد مكانتها الآن بهدوء. وعند الحديث عن سوريا بالمناسبة يجب أن لا ننسى أولئك الذين دمروا السلام بسوريا. يجب أن لا ننسى أن الأوطان أغلى من أن تتمزق في سبيل أضغاث الأحلام. ويجب أيضا أن لا ننسى أولئك الذين وقفوا مع سوريا في محنتها، وعلى رأسهم الجزائر. ولقد احتفت الجزائر بوزير الخارجية السوري، قام الرئيس الجزائري استقبله، عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قام باستقباله، استقبله بحفاوة، وهي معاملة بالمناسبة لم يحلم بها وزير الخارجية الأمريكية عندما زار الجزائر منذ عام تقريبا. قد أرادت الجزائر إرسال رسالة قوية لدول المنطقة مفادها بأنها لن تتخلى أبدا عن سوريا، وهذا بالمناسبة ما صرح